اهلا اهلا، موضوع مهم يا جماعة، بجد لازم اتكلم فيه، له علاقة بجد بالرجيم. انا مش بفهم الناس اللي يعني بتبقى ما صدقت دخلت في المود بتاع الرجيم وبدأت تلتزم. احنا اصلا على ما بندخل في فكرة اننا يعني نقرر نبدأ الرجيم ونكمل فيه، ده بياخد مننا مجهود فظيع. يعني بنقعد اصلا نسوف، لا بكره، لا بعده، لا هبدا، لا هعمل. طيب حضرتك دخلتي، مشيتي مع دكتور، مشيتي مع نظام، مشيتي بقى على اي نظام حضرتك اخترتيه، ودخلتي الرجيم والاراده بتاعتك ظهرت كده ومكمله معاكي وماشيه على الصراط المستقيم وكما يقول الكتاب زي ما بيقولوا، وملتزمه جدا، تصحي الصبح تاخدي اللي مكتوب لك، الظهر، العشاء، وتفضلي طول اليوم مكمله يعني على النظام الصارم اللي انت ماشيه عليه، والسناكس وبالساعه وبالوقت. في ناس بيمشوا بالثانيه، يعني فطار غدا عشاء وفي سناكس في النص، يروح الشغل ياخد معاه اللانش بوكس، بيمشي يعني كما يقول كتاب الرجيم او كما تقول صفحه الرجيم مظبوط، وبيتابع مع الدكتور وبيلاقي نفسه خس. انا مش بفهم يعني ايه بعد ما تعمل كل المجهود ده، وبعد ما تعمل وما تمشي مثلا طول اليوم مظبوط، وتبقى خلاص متعشي زبادي، وتيجي بالليل تقوم مبوظ الرجيم بعد يوم طويل انت ماشي مظبوط جدا، وتيجي بالليل تقوم مبوظ الرجيم. يا اخي نام، يعني خلاص هتموتي، هتموتي ومش قادره، وبالليل وتضطري تقومي نازله او فاتحه باب التلاجه وتقومي تاكلي اي حاجه، او تاكلي شوكليت او تاكلي اي حاجه، نامي. انما يعني ايه اللي يخليكي بعد ما تقعدي تحافظي ودخلتي في المود الفظيع تقومي مبوظه الرجيم بحلاوه بالقشطه مثلا؟ يعني انتوا بجد ليه حلاوه بالقشطه على المسا؟ الفينو داب ليه كده؟ مفيش دم. مفيش دم الحقيقة. ناكل بإيد اليمين عشان يبقى تبويظ الرجيم، وناكل بالشمال كمان.